اليوم واحد تصريح صادم وتصريح خطير صدر عن ولي الامن ديال الدار البيضاء السي عبد الوردي. لو كنا في دوله محترمه لو ان هذا التصريح صدر كان في الحين غدا تجي رئيسه المجلس على الحسابات وغيجي في الحين 36 زعيم حزب وفي الحين غادي يجي وزير الداخليه وفي الحين غدا تجي وزير الماليه اللي فاتح تحقيق فيما صدر عن ولي الامن، علما ان السي عبد الوردي راه ماشي موظف بسيط، راه موظف سامي ورجله في الغيس، وتكلم عن قناعه وتكلم عن معطيات ديال رجل خبراء للميدان. الحوار ممكن تطلعوا عليه، راه كاين في اليوميه ديال الصباح. شنو قال السي عبد الوردي؟ قال بان هذه الاوراش المفتوحه في مدينه الدار البيضاء وهذه الاوراش العشوائيه اللي كاينه بدون تخطيط وبدون مواكبه ترتب عنها ماذا؟ ترتب عنها تفريغ الكوميساريات وتفريغ يعني مراكز ديال الشرطه وتفريغ الفرق الامنيه من رجال الامن باش يمشيو يسدوا دوك التقابي التي تسببت في هذه الاوراش العشوائيه وهذه الاوراش الكارثيه. 400 ديال رجال الشرطه تم تسخيرهم لهذا الغرض في الوقت الذي كان يفترض ان هذ 400 ديال رجال الشرطه لان تكونوا على محاربه جريمه، يدوروا في الاسواق ويدوروا في الشارع ويدوروا في الساحات العموميه لخلق واحد الاحساس بالامن لدى المواطنين. المواطن كيخلص الضرائب ديالو باش يتمتع بالحق في الامن ديالو، ماشي كنخلص انا الضرائب باش نغطي على العز ديال واحد المنتخب فاشل ولا واحد المسؤول ما كيعرفش يسير الاوراش. ساشون كو بان هاد 400 ديال رجال الشرطه راه عدد راه رهيب جدا، لان مدينه الرحمه بجلاله قدرها اللي فيها 150 الف ديال السكان كتدور كلها ب 200 رجل الامن، في حين الاوراش العشوائيه ديال الدار البيضاء لا في شارع ولاد زيان ولا في شارع محمد السادس ولا في شارع القدس ولا في شارع يعقوب المنصور ولا في شارع ام الربيع الى اخره، يعني كلها تسببت لنا في واحد جلطه دمويه وجلطه دماغيه في الدار البيضاء ترتب عنها كما قلنا تفريغ الكوميساريات باش نجيو نسدو على دوك التفاهات ونسدو على الحقاره ديال التدبير ديال المسؤولين. نسلموا اننا حولنا المهام ديال رجل الشرطه من محاربه الجريمه الى سد تقابي ديال التدبير العشوائي، بل ان هناك اهدار ديال المال العام، لان هذ 400 رجل الشرطه راه كيكلفونا فلوس، راه في الشهر كيدونا 3 مليون ديال الدرهم، يعني في العام كتمشي لنا واحد 38 مليون ديال الدرهم. وبما ان الورش لا ديال الباصوي ولا ديال الطرامواي ولا ديال الشوارع المحدثه كدوم واحد 4 سنين تقريبا، راه هي في العام في هذا عفوا في هذه المده 150 مليون ديال الدرهم، 15 مليار ديال السنتيم هباء منثوره، وكنزيدوا عليها المصاريف الاخرى ديال المستلزمات ديال المازوت وديال السوء الاضافيه وديال الاكل الى اخره، كنطيحوا فاسينمو في واحد 20 مليار ديال السنتيم. واش حنا دوله غنيه؟ واش حنا الفلوس الشيطان علينا باش نحطوا هذه 20 مليار هباء منثوره في الوقت اللي الناس عندهم حاجيات متعدده؟ واش كتعرفوا هاد 20 مليار اش كان بامكاننا نديروا بها؟ كنا نشرو بها 200 طوبيس ديال الدوزيام ماه، الكلفه ديال الواحد تقريبا واحد المليون ديال الدرهم من السوق الدوليه، علما ان الاسطول ديال الدار البيضاء كله لا يتعدى 800 ديال الطوبيسات. يعني هاد الاوراش العشوائيه ترتب عنها تفريغ الكوميساريات من 400 شرطي وتم اهدار 200 مليار وتحرمنا من شراء 200 طوبيس. رخص الانسان يكون مقرقب وليكون واكل المعجون وليكون واكل بوله حمراء باش يمكن له يستوعب هذه الخروقات التي ترتكب في المغرب باسم ماذا؟ باسم الانتخابات التي افرزت لنا مجالس معطوبه ومنتخبين ليست لهم الكبده وليست لهم يعني الغيره على المال العام وليست لهم غيره على المدينه ديالهم، وهذا الشيء خصو يتوضع ليه حد، لان ما يمكنش نستمروا الى ما لا نهايه.